ازيكم يا اصحابي، النهاردة هنتعرف مع بعض على حرف جديد من حروف الابجدية وهو حرف الخاء. حرف الخاء تعالوا بينا نرحب بيه ونتعرف على الكلمات اللي بيجي فيها الحرف ده. اول صورة معانا بتبدأ بحرف الخاء، هي نوع من الخضروات كلنا بنحبه وبناكله في السلطة وبيبدأ بحرف الخاء. ايه هو؟ صح، خس. كلكم بتحبوا الخس؟ شوف الصورة التانية، الصورة دي صورة حاجة من النعم اللي ربنا أنعم علينا بيها، هي حاجة بتطلع لنا البلح. عرفتوها يا أصحابي؟ وحرف الخاء بيجي فيها في النص. عرفتوها يا أصدقائي؟ نخلة. شاطرين، النخلة هي اللي بتدينا البلح. كلمة نخلة الخاء فيها بتيجي في نص الكلمة. طيب ايه اللي انتوا شايفينه قدامكم ده يا اصحابي؟ حاجة بيركبها رواد الفضاء وبتطلع بيهم بعيد 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 في الفضاء. الكلمة دي اخر حرف فيها هو حرف الخاء. عرفتوها؟ صاروخ. كلمة صاروخ الخاء فيها بتيجي في آخر الكلمة. شاطرين. طيب الصورة اللي قدامنا دي يا أصدقائي، لو جينا نكتب الحرف الناقص فيها، دي كلمة بتبدأ بحرف الخاء، حيوان كلنا عارفينه وبنضحي بيه في العيد الكبير، كلمة خروف. صح بالظبط يا أصدقائي، كلكم شاطرين. طيب أنا ممكن أسألكم سؤال؟ الصورة اللي قدامنا دي صورة حد بيعمل لنا الحلويات الجميلة اللي احنا كلنا بنحبها، وهو اللي بيخبز لنا كل المخبوزات اللي بناكلها. الكلمة دي فيها حرف ناقص، حد عرف الحرف ده ايه؟ الشاطر فيكم اللي هيعرف، وقابلكم المرة الجاية وتقولولي.